ينضم إلي من مدينة كوفنتري البريطانية رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. رامي أهلا بك معنا، ماذا لدينا من تفاصيل؟ لماذا هذه الاشتباكات عادت من جديد وأين ذهب الاتفاق؟ نعم، صباح الخير. قصف برجمات الصواريخ الآن يترافق مع اجتماع يجري في درعا المحطة في الملعب البلدي ما بين اللجنة المركزية الممثلة لأبناء درعا البلد مع يعني الضباط الروس واللجنة الأمنية التابعة للنظام، أي أن أصوات القصف هي لتعزيز قوة الروس والنظام بهذه المفاوضات. لماذا تعثرت المفاوضات؟ لأن هناك مطالب روسية وليست فقط للنظام هذه المرة، وما جرى بتقضي بترحيل كل من لا يرغب بإجراء مصالحة مع النظام، إجراء تسوية مع النظام، وأن يسلم سلاحه الفردي إلى الشمال السوري وتحديدا إلى شمال شرق حلب. كان هناك يعني نشر إعلامي من قبل اللجنة المركزية وبعض عناصرها بأنهم طلبوا من الروس بأن يرحلوا إلى تركيا والأردن، وهذا الأمر كان مرفوض من قبل تركيا والأردن. طب من يضمن سلامة هؤلاء المرحلين رامي؟ لا، سلامة المرحلين يرحلوا كالعملية التهجير والتغيير الديموغرافي التي جرت في الأراضي السورية منذ ما يعرف باتفاق مضايا زبداني كفاريا والفوعة، تضمنها تركيا، يضمنها الروس بالوصول إلى مناطق يعني خارج سيطرة النظام السوري في شمال شرق حلب وشمال حلب، أي أن مناطق سيطرة الأتراك. ولكن من لا أحد يضمن أن يصل إلى داخل الأراضي التركية، لأن بالأساس لا يوجد وعود لا من قبل تركيا ولا من قبل الروس بهذا الأمر. ولكن لماذا شنت الفرقة الرابعة يوم أمس هجمات؟ لأنه بطلب من روسيا يعني ضغط على اللجنة المركزية إما أن تقبلوا بالشروط الروسية وإما سيكون الحل الآخر عملية عسكرية. وما جرى مساء ليلا وحتى الفجر وما يجري الآن هو ضغط روسي أكثر ما هو ضغط من الإيرانيين والفرقة الرابعة أو الإيرانيين عبر الفرقة الرابعة. نعم. روسيا الآن تريد أن تحصل على ما تريده من اللجنة المركزية. شكرا لك من مدينة كوفنتري البريطانية، كنت معي رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.